طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هنبدأ الكارديولوجي سيريس، بداية بدرس الهارت فيلير. دارين نوضح بس إنه الفيديوهات دي عبارة عن مادة للمراجعة، وما بتغني في النهاية عن المرجع الرئيسي اللي الناس مفروض ترجع له. فعاوزين نكون نعمل ريفيو سريع كده للدروس دي، بداية بالدرس الأول. طيب، من البداية يعني شنو هارت فيلير؟ طيب، هارت فيلير congestive heart failure is a clinical syndrome resulting from the heart's inability to meet the body circulatory demands under normal physiological condition. الفهم العام بتاع الهارت فيلير انه القلب ما قادر يضخ الدم على حسب حوجة الجسم. يعني في كمية من التصنيفات للهارت فيلير، كمية من الكلاسيفيكيشن، أهمها التصنيف اللي قدامنا اللي هو كلاسيفيكيشن اوف هارت فيلير اكوردنج تو الاجكشن فراكشن، اللي هو كمية الدم اللي بتطلع من الهارت. طيب، على أساس الحاجة دي اتقسمت الهارت فيلير إلى هارت فيلير with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. يعني الاجكشن فراكشن احنا عارفين انه بيكون حوالي كم؟ 70%. الستروك، ستروك فوليوم المفروض يطلع 70% او 70 مل خلاص من الهارت مع كل بيت، مع كل سايكل. فاذا كان الهارت ما قدر يوصل الكميه دي او ما قدر يضخ بالكميه دي، فنقول عليه هارت فيلير ويز ريديوس اجكشن فراكشن، اللي هو الاجكشن فراكشن بتاعه يكون اقل من 40%. التقسيمة الثانية هارت فيلير ويز بريزيرف اجكشن فراكشن، انه الاجكشن فراكشن يكون نورمال لكن برضه ما قادرين نضخ الكمية الكافية بالنسبة للجسم. في تصنيفات ثانية اللي هو مثلا على حسب السيمتومز والساينس اللي بتظهر لي. عندنا تصنيف اللي هو رايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير، والاثنين مع بعض اذا حصلوا مع بعض بنسميهم كونجستيف هارت فيلير. فاحنا هنتكلم عن السيمتومز والساينس بتاعت اي واحد فيهم. طيب، نتكلم اول حاجة عن الهارت فيلير with reduced ejection fraction، اللي هو الاجكشن فراكشن قلنا اقل من 40%. الكوزز بتاعتنا اهم كوز اللي هو شنو؟ ischemic heart disease اللي هي المايوكارديال after myocardial infarction. Myocardial infarction من بيحصل heart failure ليه؟ لانه مجرد ما حصل infarction للcardiac muscle بتبقى weak، وفي جزء كتير منها بيكون حصل له death خلاص. فبيقوم بيحصل انه الهارت بعد كده ما بيقدر to pump البلوت كويس لباقي الجسم. تاني ممكن الكوز يكون idiopathic، او ممكن يكون السبب الهايبرتنشن. فدل 3 كوزز بيعملوا لي هاي ريديوس اجكشن فراكشن في الهارت فيلر. النوع الثاني اللي هو الهارت فيلر ويز بريزيرفد اجكشن فراكشن، او بيسموه الدايستوليك ديسفانكشن. الاول كان السيستوليك ديسفانكشن، يعني مشكله في السيستول، مشكله في الكونتراكشن. اما المشكله بتاعت الهارت فيلر ويز بريزيرف اجكشن فراكشن انه بيكون في مشكله في الفنتريكولر فيلينج، اللي هو احنا عارفين انه مفروض يحصل ventricular dilatation عشان الدم يجي من الاتريوم للفنتريكل. اذا ما حصل good dilatation معناها حتى كمية الدم اللي احنا جاتنا دي لو طلعنا منها النسبة المئوية اللي هو فنفترض 80% 90% من الدم طلعناه، بالنسبة لنا ما هيكون كافي، لانه كمية الدم اللي وصلت الفنتريكل اصلا بسيطة. ليه؟ لانه الفنتريكل ما قادر يحصل له دايليتيشن عشان يستقبل الدم كويس. ففي كميه من الكوزز ممكن تخلي الحاجه دي تحصل. الفهم العام انه يكون الفنتريكل ستيف او ما قادر يحصل له ريلاكسيشن. الكوزز ممكن يكون برضه الهايبرتنشن مع الزمن، الهارت بيحصل له هايبرتروفي، العضلات تبدا تتضخم خلاص، الحاجه دي بتخلي الهارت ستيف
وده الموست كومن كوز اوف دايستوليك ديس فانكشن. تاني ممكن يكون الفالفولار ديزيز زي الاورتيك ستينوزز، نفس الفهم بتاع الهايبرتنشن. هايبرتنشن ما في النهايه هو ريزيستنس بيلاقيها الفنتريكل عشان يضخ الدم، فبيقوم الفنتريكل يتضخم. الاورتيك ستينوزز نفس الفهم، انه الاورطه الممر بتاعه ضيق، فالهارت بيحاول يضخ اجينست ريزيستنس، فبعد شويه بيحصل له برضه شنو، هايبرتروفي. المايترال ستينوزز، الاورتيك ريجيرك، كلها عباره عن لود بيكون على الهارت انه يتغلب على الريزيستنس دي، ففي النهايه بيحصل له شنو، هايبرتروفي. الحاجه الثالثه اللي هي الريستريكتيف كارديو مايوباثي. ريستريكتيف كارديو مايوباثي انه ما نقدر نعمل دايليتيشن للفنتريكل بسبب انه حصل له انفلتريشن، في حاجات جات من بره وقعدت في الوول بتاع الهارت وخلته ستيف. دي بعض الديزيزز زي الامايلويدوزز، الساركويدوزز، الهيموكروماتوز اللي هو تراكم الايون في الاورجانس منها الهارت، بيقوم بيعدي لي للريستريكتيف كارديو مايوباثي. طيب نجي للكلينيكال فيتشرز بتاعت الهارت فيلير. طيب بالنسبه لنا عندنا تقسيمه قبل قلناها بتفيدنا في السيمبتومز والساينز، اللي هي انه عندنا الهارت فيلير مقسم لرايت سايد هارت فيلير وليفت سايد هارت فيلير. طيب الرايت سايد جايب الدم كله من وين؟ من البودي عامه، اللي هو عن طريق السوبيريور فينا كيفا عن انفيريور فينا كيفا. فاي فيلير بيحصل للرايت سايد طوال الدم بيتراكم في الحتات اللي هو بيجيب منها، اللي هو هيتراكم في الهيد اند نيك، بيتراكم في باقي الجسم. تمام، هنشوف السيمتومز والساينس اللي ممكن يجيني بيها. بنفس الطريقه الليفت سايد جايب الدم من وين؟ جايب الدم من اللنجز، فبالتالي اي مشكله بتحصل في الليفت سايد هتنعكس لي على شنو، على الريسبيراتوري سيستم او على اللنجز. فنشوف السيمتومز بتاعت الليفت سايد هارت فيلر، هنلقى اغلبها عباره عن مشاكل في اللنجز. اولا الديزنيا اللي هو ضيق في النفس، عادي كل الحاجه بسبب الكونجشن والدم اللي بقى قاعد كتير وضاغط على الالفيولاي. طيب دي ديزنيا. اورثوبنيا اللي هو بيفهم شنو، من الزول لما يرقد مستقيم فلات على ظهره بيديه ضيق في النفس. البي ان دي اللي هي الباروكسيزمال نوكتيرنال ديزنيا، اللي هي دايما ديزنيا بتجيو بالليل، لما يكون راقد بالليل بتصحيه من النوم. فالبي ان دي والاورثوبنيا ديل يمكن بنسميهم يعني زي الكاردينال سيمبتومز كده بتاعت الهارت فيلر. مجرد ما القى اورثوبنيا وباروكسيزمال نوكتيرنال ديزنيا دي بتقرب لي لمشاكل الهارت اكتر من مشاكل الريسبيراتوري وغيره. نوكتيرنال كف برضو بيكون عندهم كف نون بروتكتيف كف، احيانا ممكن يحصلوا مرحله بتاعت كونفيوجن اند ميموري امبيرمنت. تمام، ده كله بسبب انه الهارت ما قادر يضخ دم كافي للبرين. ممكن يجوني ببعض الاعراض الجانبيه زي الديافوريسيس اند كولد اكستريميتيز. تمام، دي اكتر شيء يعني هي كومون اكتر شيء في البيدياتريك، يقول لك الطفل اذا عنده هارت فيلير ومجرد انه بس مثلا جاي يرضع او بذل اي مجهود بسيط تلقاه معرق. طيب دي السيمبتومز بتاعت الليفت سايد هارت فيلير. نشوف الساينس بتاعت الليفت سايد هارت فيلير. طيب اول حاجه عندنا displaced apex BMI اللي هي point of maximum intensity، بيكون في displace للapex due to cardiomegaly. غالبا الهارت يعني ما دام حصل مرحلة الهارت فيلير بيكون معناها اتضخم، معناها الapex beat هيكون مكانه اتغير، فهو دايما apex beat بيكون وين؟ في ال fifth intercostal space mid clavicular line. فواحدة من الساينس انه ممكن نلقاه displaced مشى كده على الشمال بسبب رايت ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او ايا كان السبب اللي دخل الزول في هارت فيلير، نلقى ديسبليس ابيكس. الحاجه الثانيه اللي هي الباثولوجيكال اس 3. باثولوجيكال اس 3 احنا عارفين انه النورمال هارت ساوند هم اس 1 واس 2، فالزول بيكون سامع الصوت لب دب لب دب لب دب. فمجرد ما يخش اس 3
اللي هو دايما المشكلة بتاعته عبارة عن شنو؟ المشكلة عبارة عن انه في دم الهارت ما قادر يضخه بسبب الهارت فيلير، ما قادر يضخ الدم، فالدم ده تراكم في الفنتريكل، فلما يجي الدم من الاتريا للفنتريكل بيلقى اصلا في دم كتير قاعد، فبيقوم بيعمل الصوت. وده المفهوم بتاع شنو؟ الاس 3. تمام. عندنا الاس 4، الاس 4 هو برضو اب نورمال ساوند، لكن التكنيك بتاعته مختلفة شوية. الفهم بتاع الاس 4 انه بيكون الفنتريكل ستيف، يعني ما في مشكلة في الهارت انه في دم كتير قاعد جوا في الفنتريكل، لا المشكلة انه الفنتريكل ستيف. تمام. فعندنا الاس 3 بيجي 200 او بسمعه 200. الاس 3 قلنا المشكلة في انه الهارت او الفنتريكل مليان دم، والدم ده المفروض يمشي من الاتريا من الفنتريكل بدون صوت، ده المفروض يحصل الطبيعي. طيب بالنسبة للناس اللي عندهم اس 3، احنا عارفين انه في النورمال فيسيولوجيكال كاردياك سايكل عندي حاجة اسمها الاكتيف فيلينج والباسيف فيلينج، انه الدم يجي ماشي من الاتريوم للفنتريكل باسيفلي، وده 70% من الدم، وال 30% الباقية بتجي ماشي اكتيفلي، اللي هو بمعنى انه الاتريوم يحصل له شنو؟ كونتراكشن. طيب الفهم بتاع الاس 3 انه دايما بيحصل في الباسيف فيلينج، اللي هو انه الدم زي ما قلنا يجي ماشي كمية من الاتريوم يخش الفنتريكل ويلقى دم تاني قاعد فيعمل صوت. لكن الاس 4 بيجي في المرحلة بتاعت الاكتيف فيلينج، اللي هي انه الاتريوم يحصل فيه كونتراكشن اجينست ستيف فنتريكل، الفنتريكل بيكون ستيف والاتريوم عاوز يقاوم الستيفنس بتاعه ده، فبيقوم بيعمل ليه الاس 4. عشان كده اذا سمعنا الصوت بتاع لب دب دب لب دب دب لب دب دب ثلاثة أصوات كده ورا بعض، دي معناها باثولوجيكال اس 3. لكن إذا في وقفة في النص يعني لب دب دب لب دب دب، دي كده عبارة عن شنو؟ عن اس 4. طيب تاني ممكن نسمع شنو في ساينس، اللي هو انه زي ما قلنا كل المشكلة انه الفلويد دي بقت متراكمة في اللنجز، فبتعمل لي الصوت بتاع الكراكلز، كراكلز ات لنج بيزس، فبسمع الصوت بتاع الكراكلز في البيزز بتاعت اللانس. طيب ممكن اجي اعمل بيركشن القى دلنس اون بيركشن، ده اذا كان حصل بلورة الافيوجن. طيب الحاجة دي اذا استمرت لزمن طويل، تمام، فالفيزلز اللي تراكم فيها الدم دي هيكون البريشر بتاعها ماشي زايد، وكل ما عليه الليفت فنتريكل ما قادر يضخ الدم، كل ما الدم ده هيتراكم في الفيزلز بتاعت اللنج، فبعد شويه الرايت سايد، الرايت سايد اللي هو الرايت فنتريكل لما يحاول يضخ الدم هيلقى ريزيستنس عاليه، هيلقى كميه من الضغط عليه. فدايما بيقول لك المشكله في الليفت سايد هارت فيلير انه ممكن يتحول لكونجستيف هارت فيلير، يعني اذا كان رايت سايد خلاص ما في مشكله، لكن اذا كان ليفت سايد بيتحول معاه لرايت سايد. ف بسبب الضغط العالي اللي بيجي في اللنج فيز في اللنج فيزلز، فبيقوم بيحصل شنو؟ لاود او بتزيد الانتنسيتي بتاعت البولمونري اللي هو السكند هارت ساوند البولمونري. احنا عارفين انه S2 فيو اورتيك وبالمونري. طيب الضغط لما يكون عالي من اللنجز، الفالف لما يجي يقفل بعدين، زمان كان الضغط عادي فبيعمل لي صوت كده معقول، لكن مجرد ما الضغط يبقى عالي فبيقفل الصوت صوت بطريقة قوية، فبيقوم بيجيني شنو؟ بيجيني loud B2 اللي هو loud second heart sound، ممكن لدرجة يحصل يكون بالبل. إذا لقينا خطيت يدي في البلمونري اريا اللي هي في الليفت سايد في السكند انتركوستال سبيس ولقيته بالبل، ده معناه شنو؟ ده سجست انه حصل بولمونري هايبرتنشن بسبب الليفت سايد هارت فيلير. طيب اما بالنسبه للرايت سايد هارت فيلير، فزي ما قلنا انه الدم يتراكم في باقي الجسم، فهيبدا يظهر لي في شكل شنو؟ بريفرال بيتنج اديما في اللور ليمبس، نوكتيوريا هيكون زول طوال في حاله انه الفلويد دي في البلادر ده يمشي يطلعها،
جيجلر فينس ديستنشن اللي هي دي الفيزز بتاعت النك، جيجلر فين هيكون ديستندد، هيباتوميجالي تمام، و هيباتو جيجلر ريفلكس اللي هي دي عبارة عن انه انا اعمل بريجر على الليفر والاحظ لشنو للجيجلر فين، فبلاحظ انه مع ضغط طبيب بيكون بيحصل رايزنج للجيجلر فين ليفل. تاني ممكن يحصل اسايتس، ممكن يحصل رايت فينتريكولر هيف اللي هو بسبب انه يحصل رايت فينتريكولر هايبرتروفي، فبتبدا تظهر لي رايت فينتريكولر هيف انه اخد يدي في الليفت باراسترنال واشوف اليد تطلع وتنزل مع كل بيت. فزي ما قلنا given enough time left side heart failure can lead to right side heart failure. The most common cause لل right side heart failure هو شنو؟ هو left side heart failure. طيب فكده شفنا ال symptoms وال signs اللي أنا ممكن نلقاها. symptoms وال signs دي بتساعدني بعدين في ال history. لما أجي أشوف في ال history أنا المفروض أعمل وأزعل من شنو؟ أزعل من الديزنيا، من الأورثوبنيا، من الباروكسيزم النوكتيرنال ديزنيا تمام، من اللور لمب سويلينجز، ابدأ افتش بعد ذاك في الاندرلاين كوز. والهارت فيلر في النهاية عبارة عن الاند برودكت بتاعت كمية من الديزيزز، فارفلر ليجن، انفكتيف اندوكاردايتس، روماتيك فيبر، كل الحاجات دي ممكن تعدي لي للهارت فيلر، فهو باعتباره كومبليكيشن اكتر. طيب نيجي لحاجة اسمها نيويورك هارت اسوسيشن، عندي كلاسيفيكيشن عملاه الجمعية بتاعت القلب في نيويورك، مقسم الكلاسز لكلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 اند كلاس 4. الحاجة دي مهمة شديد لأنها بتفيد بعدين في المانجمنت بتاعنا. النيها كلاس 1 ده الزول بيكون عنده سيمبتومز only occur with vigorous activity، يعني إلا زول يكون بيلعب رياضة عديل حتى تجيه سيمبتومز، ده بنسميه كلاس 1 خلاص. غالبا في الوضع الطبيعي بيكون اسيمتوماتيك الا يبذل مجهود عالي شديد. كلاس 2 انه بيحصل له سيمتومز تبدا تظهر له الديزنيا والحاجات دي متين، لما مثلا يطلع له سلم بتاع طياره، يطلع له سلم عالي، يعني شنو حاجه كده هو مجهود لكن ما المجهود الشديد ده كان يعني. النيها كلاس 3 انه الزول حتى الديلي اكتيفيتيز بتعمل له سيمتومز، بيتضايقوا في النفس، بتعمل له بالبيتيشن، يعني كده حاجات بسيطه ديلي اكتيفيتيز ما بيقدر يعملها، بس مسافه تمشي من الغرفه من هنا للحمام بتجيو ديزنيا، مسافه يمسك يمشي من هنا للجامع بتجيو ديزنيا، فمايلد اكتيفيتي تعمل له الحاجه دي. انيها كلاس 4 انه السيمتومز بتجيو اتريست، ده اخر مرحله انه هو مرتاح قاعد في محله السيمتومز عنده، فيبقى الكلاسيفيكيشن ده مهم شديد. نيا كلاس 1 الا الزول ب vigorous activity حتى السيمتوم تظهر، نيا كلاس 2 انه moderate activities بتظهر له السيمتومز، نيا كلاس 3 اللي هي daily activities العاديه بتظهر له سيمتومز، نيا كلاس 4 انه at rest يكون في سيمتومز. طيب test orders for a new patient with congestive heart failure، عيان عنده heart failure الانفستيجيشن هتطلب له شنو؟ طيب ممكن نقول اي انفستيجيشن لكن ندي معاه جاستيفيكيشن انه انا عملته ليه، فما اكتب مثلا سي بي سي وخلاص، ما اكتب كاردييك انزيمز وخلاص. فزي ما قلنا احنا عندنا كميه من الحاجات في النهايه ممكن تؤدي لهارت فيلير، ممكن انا اعمل انفستيجيشن عشان توريني انه ده هارت فيلير ولا لا، ممكن اعمل انفستيجيشن عشان نشوف الكوز، ففي كمية من الانفستيجيشن ممكن يطلبها. طيب إذا قلنا سي بي سي، سي بي سي ممكن تكون لسببين، أنيميا، أنيميا ممكن هي ذاتها تكون الكوز بتاعت الهارت فيلر، أنيميك هارت فيلر، أو ممكن تكون أنيميا حصلت بعد إنه كان في مشكلة، في روماتيك فيفر، في انفكتيف ادنوكاردايتس، في حاجة اللي هو كرونيك ديزيز، وسببه جاتني شنو؟ أنيميا أوف كرونيك ديزيز. فبفتش في السي بي سي الأنيميا. تاني الكارديك انزيمز، ليه بعمل له كارديك انزيمز؟ لانه one of the most common causes للهارت فيلير اللي هي المايوكارديال انفكشن،
فلازم استبعد الميوكارديال انفاكشن. عندي حاجة اسمها البي ام بي اللي هي البي تايب ناتيوريتيك بيبتايد، يمكن ما لاقانا زمان في الفسيولوجي كتير، لكن لاقانا اخوه اللي هو الاي ام بي الاتريال ناتيوريتيك بيبتايد، فده نفسه بيطلع من نفس المكان لكن اكتشفوا انه عنده اهمية اكبر، يعني هنتكلم عنه هسه. بعد كده عندنا الجست اكس راي، ده بيورينا شنو زي الهارت متضخم، بيورينا كارديوميجالي، بالمونري ايديما، بالورال فيوجن، الحاجات دي كلها ممكن نشوفها في الجست اكس راي، وبيستبعد لنا الاذر كوزز لانه في النهايه زول ممكن يجيك بديزنيا وشورتنس اوف بريث وكده، فممكن يكون ريسبيراتوري كوز، فانا بعمل جست اكس راي عشان رول اوت الحاجات بتاعت الريسبيراتوري. بعد كده الاي سي جي، الاي سي جي ممكن يوريني اذا كانت برضو السبب بتاع ام اي، اذا كان في كارديوميجالي برضو بيتشاف في الاي سي جي. الايكو طبعا دايما بالنسبه لنا في حاجه الهارت، غالبا البيست انيشال تيست دايما بيكون الاي سي جي، يعني اذا كان ام اي اذا كان اي شيء هارت فيلير كده يقول لك البيست انيشال تيست دايما بيكون اي سي جي، لكن لما يقول لك داير دايجنوستيك تيست تو كونفيرم الحاجه دي، فاحسن تيست بنستخدمه هو الايكو. ليه الايكو؟ لانه بيقدر يحسب لك الايجكشن فراكشن بتاعك كم، عشان اصلا من البدايه تميزه هل ده هارت فيلير with reduced ejection fraction يعني مشكلته سيستوليك، ولا ده with preserved ejection fraction يعني مشكلته دايستوليك، لانه المانجمنت بيختلف. تمام، ده غير انه الايكو بيوريك اصلا الاندرلاين كوز، يعني اذا كان في فالفر ليجن بيوريك له، اذا كان في ام اي ممكن تتعرف بالايكو. اخر حاجه الكارديك كاثترايزيشن ممكن نستخدمها في الهارت فيلير. طيب نجي للدياجنوز بتاعنا. طيب قلنا واحدة من الحاجات الانفستيجيشن اللي بنستخدمها هو الجست اكس راي. طيب الجست اكس راي اللي قدامنا ده عبارة عن نورمال جست اكس راي، تمام، فده النورمال هارت، البوردر بتاعته ظاهرة، الكوستوفرينيك انجل اللي ما بين الريبس والديافرام واضحة، ودي الهايلر ليمف نودز، فده النورمال تشيست اكس راي. البابلز اللي قاعده هنا دي شنو؟ ده دايما عندنا في الاكس راي الاير بيظهر في باللون الاسود، الفلويد والسوفت تيشو بتظهر لي باللون الابيض. فطيب السواد هنا دي شنو؟ دي الجاستريك بابل، ده الاير الموجود جوه الاستومك، تمام، فده النورمال الليفت هيمي ديافرام وده الرايت هيمي ديافرام. اتعودنا على النورمال عشان نقدر نعرف الابنورمال. طيب في الشست اكس راي انا هشوف شنو في الهارت فيلر، دي واحده من الحاجات المهمه شديد. طيب ممكن نختصرها في A B C D E. طيب هشوف شنو اول حاجه، قال لنا الفيولر ايديما، الفيولر ايديما انه بيكون في شنو، في حاجة أشبه بالكونسوليديشن زي كأنه في الألفيولاي دي، دايما الألفيولاي بيكون حوالين شنو؟ بيكون جواها في اير، فما في البياض اللي هنا ده كله بيكون ما في، فدي بيسموها شنو؟ ألفيولار إيديما. طيب عندي حاجة تانية اسمها الكيرلي بي لاينز، الكيرلي بي لاينز اللي هي دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الليمفاتكس، يعني طبيعي بتكون ما ظاهرة لأنه ما بيكون في كمية من الفلويد كبيره قاعده جوه اللنجز عشان نحن نرجعها بالليمفاتكس، لكن لما نحصل ليفت سايد هارت فيلير بتبدا تظهر الليمفاتكس عشان تحاول ترجع الفلويد تاني للسيستم، فتظهر الكيرلي بي لاينز عباره عن شنو؟ عباره عن خطوط بيضاء صغيره كده، يعني بتكون ظاهره زي كانها فيزل لونه ابيض ظاهر، بيكون دايما في الاطراف في البريفريس، تمام، دي اسمها الكيرلي بي لاينز. السي فور كارديوميجالي، نلقى الهارت حجمه كبير. دي فور ابر لوب دايفيرجن، ابر لوب دايفيرجن يعني شنو؟ يعني طبيعي بسبب الجرافيتي دايما البلود بيمشي لللور اللي هو البيزز بتاعت اللنجز، والاير دايما بيكون فوق في
في الابيكس. ده نورمال فيسيولوجي. طيب المشكله لسه حصلت شنو؟ انه تحت بقى في كميه من في بالمونري ايديما. طيب بالمونري ايديما الفيزلز بقت ده تشيل اير وما في طريقه، لانه بسبب الايديما ما الجاز اكسشينج صعب، فالاستجابه اللي بيقوم بيعملها الجسم شنو؟ انه دايما الفيزلز بتاعت اللنجز بيحصل لها كونستريكشن اذا ما لقت اكسجين. بيحصل لها كونستريكشن ليه؟ عشان تمشي تودي الدم بحتات تانية فيها اكسجين. خلاص، وقلنا الاكسجين اغلبه بيجي قاعد وين؟ الاير اغلبه قاعد وين؟ قاعد في الابر زونز. فبيقوم بيحصل كونستريكشن للفيزلز تحت، وبيحصل دايفيرجن، يعني الفيزلز بتبدا تمشي او تكون ظاهره اكتر في الابر لوبس. فالطبيعي انها تكون ظاهره في اللور لوبس بصوره بسيطه كده، لكن لما نشوف هنا هنلاقي ان الفيزلز دي اللي هي البياض ده اللون الابيض الحاجات الطالعه دي اللي هي الفيزلز بدات تمشي ناحيه شنو؟ ناحيه الابر لوب. فده اسمه ابر لوب دايفيرجن. طيب الاي هو البلورال افيوجن. مجرد ما القى الكوستوفرينيك انجل هنا بقت ما في، بعرف انه في شنو؟ في بلورال افيوجن، تظهر باللون الابيض، تلقى انه السواد بتاع اللنج بدا هنا يختفي، الكوستوفرينيك انجل تختفي. تمام. في معلومه اضافيه انه بلقى برضو برومينانت انترستيشيال ماركينجز اللي هي شنو؟ زي ما شفنا قبل الصوره النورمال. فهنا الاب نورمال شنو؟ الاب نورمال انه الحتات دي بقت زي وايتش اكتر. جبال كان صح هاي الليمف نود بس بسيطه، لكن هنا شنو؟ الحتات دي بقت فيري وايتش. تمام. ده علامه بتاعت كونجستشن، ده معناها الفينس بدات تظهر لانها مليانه بلوت، مليانه فلويد. تمام. بيشبهوها بال ولك كوتون لايك، يعني زي القطن بتكون ظاهره كده. فدي علامه بتاعت برومينن انترستيشيال ماركينجز، يعني البولمونري فيزيس بدات يحصل لها دايليتيشن وبقت تظهر بالشكل ده. فده الجست اكس راي. طيب بالنسبه للايكو زي ما قلنا انيشيال تيست اوف تشويس بالنسبه للهارت فيلير useful in determine whether systolic or diastolic dysfunction. بيعمل لنا estimation لل ejection fraction، بيورينا هل حاصل dilatation ولا hypertrophy ولا، عشان كده هو دايما أحسن تيست إن إحنا ممكن نستخدمه. طيب قلنا عندنا حاجة اسمها ال BMP اللي هي بي تايب natriuretic peptide. ال BMP زي ما قلنا بيطلع من وين؟ من ال ventricles in response to ventricular volume expansion. يعني كل ما الضغط يزيد على الهارت ويزيد على الفنتريكلز البي ام بي بيطلع. فمعناها كل ما حصل هارت فيلير والدم يتراكم في الفنتريكل البي ام بي حيزيد. فاذا لقينا في بريفيس، مثلا كان عندي بريفيس مايوكارديال انفكشن، فهل هعمل ايكو طوالي ولا الايكو حيكون كيف؟ الايكو بالنسبه لنا يعني ما حاجه كده متوفره دايما، هو صح اساسي لكن بطلبه على اساس. اذا كان الزول عنده previous MI فبعمل له echo within 2 weeks. ده اذا كان اصلا هو عنده history بتاع myocardial infarction وانا شاكي انه الهارت فيلر ده بسبب myocardial infarction. اما اذا كان ما عنده myocardial infarction قبل كده فبقوم بعمل له ال BMP. اذا كانت الليفل بتاعت ال BMP high بقوم بعمل له echo within 2 weeks. لكن اذا لقيته بس just raised لكن ما very high فبعمل له الايكو within شنو 6 weeks. طيب 200 انا اقول ال بي ام بي هاي، و200 اقول raised، و200 اقول normal. طيب النورمال ليفلز انه يكون اقل من كم؟ اقل من 100. raised من 100 ل 400، اكتر من 400 ده بسموه شنو؟ هاي ليفل. يعني اذا لقيناه هاي ليفل زي ده اكتر من 400 طوالي ايكو within 2 weeks. من 100 ل 400 within 6 weeks، اقل من 100 فغالبا انا استبعد شنو؟ الهارت فيلر. طيب في فاكتورز بتاثر على البي ام بي، في حاجات بتزيد البي ام بي وفي حاجات بتقلل البي ام بي، عشان كده لازم اشوف
الحاجات دي واستصحابها معاي اثناء الدايجنوزس. طيب الحاجات اللي بتزيد البي ام بي اذا اصلا في ليفت فينتريكيولار هايبرتروفي، اذا في اورتيك ستينوز، اذا في هايبرتنشن، دي اصلا الحاجات كلها هتخلي الفنتريكل ستيف، هتخلي الفنتريكل دايليتد، تمام؟ فمعناها اصلا هيكون الزول ده بيطلع في كميات بتاعت شنو، بتاعت بي ام بي، الاسكيميا، تاكيكارديا، رايت فنتريكولار اوفرلود، هايبوكسيميا، جي اف ار اقل من 60، يعني رينال، ماشي مع الرينال فيلير، السبسس، سي او بي دي، دايابيتس، عمر اكتر من 70، ليفر سيروزز، هايبر الدسترونيزم، كوشنج سندروم، ستيبل انجينا، اكيوت كورونري سندروم، اتريال فيبريليشن، كمية من الحاجات بتزيد لها الام بي، البي ام بي. عشان كده بنقولهم التيست زي ده بنقول عليه سنسيتيف بس نوت سبيسيفيك، يعني اللي لقيناه هاي بنخد في بالنا انه والله دي هارت فيلير، لكن بنأكد بالايكو. طيب اما اذا كان ديكريز بي ام بي، الحاجات اللي بتقلل البي ام بي اللي هو الاوبيسيتي والادويه بتاعت الهارت فيلير عامه اللي بتقلل اللود على الهارت، اللي هي الديوريتكس، الايس انهيبيترز، البيتا بلوكرز، والانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز، والالدوستيرون انتاجونست. طيب اهم ما في الموضوع ده كله المحاضره دي اللي هي التريتمنت بتاع الهارت فيلر. طيب التريتمنت بتاعنا بنقسمه على 3 اجزاء. الجزء اول حاجه على حسب الهارت فيلر زي ما قلنا قبل، هل هو سيستوليك ولا دايستوليك، بنقسم على 3 اجزاء. اول حاجه الجنرال لايف ستايل موديفيكيشن، دي اول حاجه المفروض نقولها ونكتبها في الامتحان، جنرال لايف ستايل موديفيكيشن، اللي هو الزول ده مشكلته الاساسيه فلويد اوفرلود، فانا لازم اعمل صوديوم ريستريكشن، اول حاجه قلل الملح واعمل فلويد ريستريكشن من 1.5 ل 2 لتر في اليوم، اعمل ويت لوس، سموكينج سيسيشن، وقف التدخين، ريستريكت الكحول، اكسرسايز بروجرام، اول بيشنت should monitor weight daily to detect fluid accumulation، المفروض يقيسوا طبعا وزنهم بشكل يومي عشان نحن نشوف هل المويه دي ماشي تطلع من جسمهم ولا لا. بالاضافه لكده انهم يعني بيكونوا susceptible to infections، فعشان كده لازم نديهم بعض التطعيمات المهمه منها الانفلونزا فاكسين والنيموكوكل فاكسين. طيب ده اللايف ستايل موديفيكيشن عامه. بعد ذاك نجي للادويه بتاعتنا اللي هي في بداية الديوريتكس، دي الموست افكتيف دراجز تو سيمبتومز ليه، سيمبتوماتيك ريليف، يعني بتقلل الاعراض، ما عندها علاقة بالمورتاليتي، ما بتقلل المورتاليتي، ما بتحسن الوضع العام بتاع البيشنت، جست زول جانب ديزنيا ومتضايق وكده، لما نديه ديوريتكس بتقلل له سيمبتومز، يعني جست ادوية فور سيمبتومز، تمام؟ فده سؤال بيجي انه هل الديوريتكس هو مثال لها عندنا اللوب ديوريتكس فيروزامايد او اسمه الشهير اللازكس، ولا الثيازايد ديوريتكس اللي هو الميتولازون والكلوروثيازايد، ديل بيقللوا السيمبتومز لكن ما بيقللوا المورتاليتي وما بحسن البروجنوزس. طيب ده سؤال بيجي معناها كده في ادويه تانية بتحسن لها المورتاليتي، فالادويه اللي بتحسن المورتاليتي هي شنو؟ عندنا الاي سي اي inhibitors، angiotensin converting enzyme inhibitors، العائلة كلها منتهية ببريل، انالابريل، لزينوبريل، كابتوبريل، أو إذا كان الزول مثلا عنده مشكلة مع الـ AC inhibitors اللي هي السايد افكت بتاعتها شنو؟ الانجيوديما، إنه تجيه لور لمب إديما وتجيه كف وتجيه الحاجات دي، فبنقوم بنبدله لشنو؟ للأربس اللي هو angiotensin 2 receptor blockers اللي دايما بتكون منتهية بالنهاية شنو؟ زارتان، فالزارتان، لوزارتان، كان ديزارتان، تمام؟ فدي أدوية بتقلل المورتاليتي. بالإضافة لديل عندنا البيتا بلوكرز اللي هو الميتوبرولول، كارفيديلول، والبيزوبرولول اللي هو المشهور بالكاردكس اسمه التجاري، دي برضو من أدوية المهمة شديد، الموست إفكتيف، دي أكتر دواء ممكن نستخدمه عشان يقلل المورتاليتي اللي هي البيتا بلوكرز. تاني عندنا الالدوستيرون انتاجونيست، ندي أدوية بتوقف شغل الالدوستيرون اللي هو أشهر واحد السبيرون ولاكتون،
عندنا الابليرينون ده طبعا بنستخدمه في النهاية، يعني لما الاجكشن فراكشن يقل اكتر من 35 بنضيف الالدوستيرون. هنشوف هسي انه على اساس انا بدي دواء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. طيب عندنا الناس اللي ما بيستجيبوا للاي سي انهيبيترز والبيتا بلوكرز والحاجات دي، ممكن نستخدم معاهم الهيدرالازين والنايتريت. تمام، بالذات قال لك في الافريكان امريكان اللي هو انهم عندهم تاثير كبير وبيقلل المورتاليتي اذا كان الناس ما استجابوا للاي سي انهيبيترز او عندهم مشاكل مع الاي سي انهيبيترز والعربس، اذا كان بالذات الناس عندهم رينال ديسفانكشن. هم نقدر نستخدم معاهم الاي سي انهيبيترز والاي ار بيز وحاجات الالدوستيرون. نايم نستخدم شنو؟ هيدرالازين اين نايتريتس. اذا جاك بيشن وقال لك عنده اسوسييتد معاه عنده اي كي اي ولا كده، فالافضل شنو؟ انه نستخدم الهيدرالازين والنايتريت. طيب عندنا واحد من الادويه الجديده اللي بيجوا يستخدموها برضو في الهارت فيلير اللي هو الدواء بتاع الايفابرادين. طيب زمان كان بيستخدموا الديجوكسين ريجولرلي في الهارت فيلير، حاليا لا، الكلام ده بيجي ما موجود، برضو ما عنده اي علاقه بانه يحسن المورتاليتي وكده. الديجوكسين بيبقى الدراج اوف تشويس في حاله واحده، انه يكون عندك هارت فيلير اسوسييتد معاه مثلا اتريال فيبريليشن اريزميا، يعني اتريال فيبريليشن مثلا معاه هارت فيلير، هنا بنضطر ندخل الديجوكسين. في دواء برضه بيجي يستخدموه جديد اللي هو الاس جي ال تي 2 انهبيتر، اللي هو دي واحد من الادويه اللي بتستخدم في الديابيتس، فلقوا انه عنده افكت كتير، افكت كويس على الهارت فيلير، بيقلل الهوسبيتال ادميشن وبيقلل الريكيرنس والحاجات دي، فبيجوا يستخدموه برضو في التريتمنت بتاع الهارت فيلر اللي هو اسمه الدابيجليفلوزين. ده مثال له متوفر دابيجليفلوزين. طيب ده بالنسبة للسيستوليك ديسفانكشن. اما اذا كان هارت فيلر ويز بريزيرف ايجكشن فراكشن، يعني مشكلته دايستوليك، نستخدم الديوريتكس فور سيمتوم كنترول زي ذاك، وهو يواصل في السولت والفلويد ريستريكشن واللايف ستايل موديفيكيشن والحاجات دي، لكن نو اذر دراج كلاسز هاف بين شون تو بروديوس سيجنيفيكانت مورتاليتي. يعني ما زي ما بيستخدم معاه الادويه دي بتاعت البيتا بلوكرز والاي سي انهيبيترز والحاجات دي، ما عندها رول هنا. طيب واحد من الاسئله برضو المهمه يقول لك وات از ذا موست كومن كوز اوف ديث بالنسبة للعيانين بتاعين الهارت فيلر، بتو بشنو؟ بتو بسبب الفنتريكولر اريثميا، فنتريكولر فيبريليشن بالذات. بتجيهم من وين الفنتريكولر اريثميا؟ لأنه مجرد ما الهارت يبدأ يتضخم، تمام، الـ SA نود اللي هو الـ conducting system اللي كان شغال والكهرباء اللي كانت منظمة حتجوب، فطوالي بيقوم بيحصل اريثميا. فعشان كده هو الـ most common cause of death بالنسبة للناس الهارت فيلر هو الفنتريكولر اريثميا. طيب نجي نشوف general principles of the treatment of congestive heart failure. زي ما قلنا قبل عندنا classification سميناه النيها classification، على الأساس ده نحن بندي الدواء نشوف إنه حنعمل شو. طبعا من البداية قلنا اللايف ستايل modification ده ثابت. طيب إذا كان مثلا جاني عيان ب mild congestive heart failure اللي هو نيها class 1 to class 2. class 1 يعني اللي ب vigorous قلنا exercise، وكلاس 2 اللي هو برضه بمودريت اكسرسايز، فده بنسميه مايلد هارت فيلير. زي ده هنعمل له شنو؟ هنبدا له كيف؟ مايلد ريستريكشن اوف صوديوم انتيك، يقلل الصوديوم ويقلل الفلويد انتيك ريستريكشن، وفيزيكال اكتيفيتي، يتحرك، تمام، يغير اللايف ستايل، يوقف السموكينج، يتعامل مع الهايبرتنشن، يتعامل مع الديابيتس، مع الحاجات دي كلها. دي اللايف ستايل موديفيكيشن. بعد كده زي ما قلنا بيجيني بالسيمتومز، فأهم أدوية بنستخدمها للسيمتومز هي شنو؟ هي الديوريتكس. start loop diuretics if volume overload or pulmonary congestion is present. بعد كده بنضيف ال AC inhibitors as first line agent. نستخدم ال AC inhibitors ده إذا كان mild heart failure، بتلقوا عندهم بس AC inhibitor كابتوبريل أو لزينوبريل بس. طيب إذا بقى mild to moderate هارت فيلير اللي هي نيا كلاس 2 تو كلاس 3، بنفس الحاجات اللي فوق اللي هي
الصوديوم ريستريكشن، اللايف ستايل موديفيكيشن، والديوريتكس، والاي سي انهيبيترز. تمام، نفس الحاجات بتاعت كلاس 1 هضيف عليها شنو؟ هضيف البيتا بلوكر. تمام، هضيف عليها البيتا بلوكرز اذا جانبي مودريت كونجستيف هارت فيلر. طيب اذا بقى مودريت تو سيفير اللي هو كلاس 3 تو كلاس 4، هنا هقوم اضيف حاجه تانية اللي هي السبيرونولاكتون. سبيرونولاكتون اللي هو الاستيرون انتاجونيست. تمام، اذا جانبي سيفير هارت فيلر. طيب وقلنا ممكن نضيف الدايجوكسين، كان اد دايجوكسين. اذا كان يعني الدايجوكسين ممكن نضيفه في السيف هارت فيلر اذا كان يعني ما استجاب لي للادويه الفوق دي، او اذا قلنا معاه اي ارزميا بالذات اتريال فيبريليشن فممكن نضيف شنو الدايجوكسين. لكن الافضل اللي بنستخدم مستخدم بس حاليا هو السبيرونولاكتون او الابليرينون. فيبقى زول طبعا في الاغلب هنا في المستشفيات بيجوا بشنو؟ بيجوا سيفير هارت فيلير، بيجوا ات ريسك، زول عنده ديزنيا وارثوبنيا وباركزين باكتيرنال ديزنيا وكده. فعشان نقوم نقلل السيمتومز بنديه لازكس اللي هو الفيروزامايد. تمام، طوالي معناه ده حنضيف له شنو؟ اي سي انهيبيترز، بيتا بلوكرز، اللاكتون، سبيرونولاكتون. ديل كلهم ادويه بتحسن المورتاليتي ما عدا اللازكس اللي اديناه في البدايه، ده عباره عن دواء بس بيقلل لي السيمتومز. اذا برضه ريزيستنت الحاجات دي كلها بضيف الديجوكسون. اذا اسوسييتد معاه اتريال فيبريشن بضيف الديجوكسون. طيب في حاجات انا لما القاها دي دلاله على انها شنو؟ بور بروجنوزس، يعني هارت فيلير ويز بور بروجنوزس، انه القى هاي بي ام بي زي ما قلنا قبل. معناها شنو؟ معناها في فلويد اوفرلود عالي شديد، والهارت ده معناه مخزن بلوت شديد، لدرجه يعني في يعني البرسنتج بتاعت الفيلير عاليه. فهاي بي ام بي. عندنا اليوريك اسيد برضه بيستخدم از بروجنوستيك فيتشر، اذا لقينا اليوريك اسيد هاي دي علامه بتاعت باد بروجنوزز. الهايبونايتريميا علامه بتاعت بور بروجنوزز. هايبونايتريميا جات من وين؟ انه في فلويد اكيوميليشن بالنسبه للصوديوم، الفلويد بقت اكتر من الصوديوم، فمعناه شنو؟ هارت فيلير از بور بروجنوزز. والمشكله انه بعد كده هتبقى المشكله في انه نحن نعالج الهايبونايتريميا ذاته كيف؟ هنا عندي فلويد اوفرلود، اذا قلنا ندي سلاين فهتبقى مشكله، هزيد الفلويد اوفرلود، عشان كده بيعتبر بور بروجنوزز. اذا لقينا انيميا برضو لو هيموجلوبين برضو بور بروجنوزز. طيب اذا زي ما قلنا اذا لقينا هايبونايتريميا في بيشن عنده كونجستيف هارت فيلير، فالفيرست لاين انه اعمل له ووتر ريستريكشن، يعني اوقف منه الووتر. تمام، وطبعا ده زي ما قلنا اسوسييتد ذا وورست بروجنوزز، ما ح... يعني ما حقدر استخدم الدريب ملح ولا حاجه زي دي في حاله بتاعت بيشن جايني بسيفير هارت فيلر حاليا. عشان كده مجرد ما القى هايبونايتريميا ذا بور بروجنوزز. طيب مانجمنت اوف اكيوت هارت فيلر، اذا جاني في المستشفى عيان باكيوت هارت فيلر هعمل له شنو؟ ادميشن تو اي سي يو وارقده في كاردياك بيد، اديه اكسجين. تمام، هل اي عيان بتاع هارت فيلر بديه اكسجين؟ لا، اذا كان الاكسجين ساتوريشن بتاعه اقل من 97 بعد ذاك بديه اكسجين. اديه مورفين، اديه اي في فيورزامايد اللي هو اللازكس، ممكن اديه اي في اديه سبلينجوال نايتريت. طيب بعد كده هقرر انه اديه اينوتروب، طبعا بيوني بلود لو بلود بريشر لانه القلب ما قادر يضخ وكده، فممكن اديه اينوتروب اكوردنج تو سيستوليك بلود بريشر، على حسب السيستوليك بلود بريشر عامل كام. اذا سيستوليك بلود بريشر اكتر من 100 يعني كويس، بواصل في النيتريت بتاعي عادي، النيتريت لانه بيعمل فازو دايليشن، بت جيف ات باي انفيوجن. if systolic blood pressure is between 170 وما في علامة بتاعت شوك في الحالة دي، يعني ما عنده تاكيكارديا، ما عنده تاكيبنيا، ما عنده دراي ممبرينز، بدي حاجة اسمها دوبيوتامين اللي هو ده عبارة عن اينوتروب لكن ويك شوية. إذا كان systolic blood pressure بين 170 لكن في صام بتاعت شوك، بدي الدوبامين. إذا كان البلود بريشر أقل من 70 بدي نور أدرينالين اللي هو ده أقوى اينوتروب.
هينوتروبي يعني بيعمل شنو؟ بيزيد الفنتريكولار كونتراكشن، بالتالي بيزيد لي الاجكشن فراكشن. طيب زي ما قلنا الدايجوكسين كان بيستخدم بكثرة، لكن الأيام دي خلوه ليه؟ بسبب المشاكل بتاعته الكتيرة والسايد افكت. ف الحاجات اللي أصلا ممكن إذا نحن بندي ديجوكسين لازم نعمل حسابنا من الحاجات اللي قدامنا دي، إنه في حاجات معينة بتزيد الديجوكسين توكسيسيتي، بتخلي زول إنه يجيو ديجوكسين توكسيسيتي، أهمهم الهايبوكاليميا، إنه البوتاسيوم كله موست امبورتنت، الهايبوماجنيزيميا، الهايبر كالسيميا، واللو البومين ليفل، دي كلها حاجات بتخلي الديجوكسين توكسيسيتي هاي. An exam patient is usually old or child who took his grandfather pills. يعني ده السيناريو بيجي في الامتحانات وفي الأسئلة وكده، إنه يا زول كبير شديد فأصلا عنده المشاكل دي، يا إما طفل صغير وأخد شنو بلع الحبوب بالغلط. طيب جاب شنو بيقول لك مثلا جانا بعد ذاك بكده جي اي سيمتومز، دي الموست كومن سايد افكت بتاعت الديجوكسين، انه بيجيني بجي اي سيمتومز اللي هي شنو نوزيا وفوميتنج. تمام، بعد كده ممكن يجيني بالسي ان اس سيمتومز اللي هو الفيجوال ديستربنس، الزول بيكون شايف يلو تو جرين فيجن، يعني بيشوف بيكون شايف الحاجات دي العالم ده قدامه ملون بالاصفر. تمام، ممكن يجيب ديس اورينتيشن، يكون ما مركز وما واعي. الكارديو فاسكولار سيمتومز ممكن الديوكسين ذاته يدخلني في شنو؟ في اريزمي، عشان كده التعامل معاه شويه بحذر. التريتمنت هو حاجه ستوب الديوكسين، تصلح الحاجات اللي دخلتني في التوكسيسيتي اللي هو تشيك البوتاسيوم ليفل، بالذات البوتاسيوم كوركت ات، والحاجات التانيه معاه. بعد ده ممكن ندي جوكسين فاب انتي بوديز اللي هو ده الانتيدوت بتاعه. طيب بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعت الليلة، ان شاء الله هتكون واضحة. ان شاء الله المحاضرة الجاية هتكون الاسكيميك هارد ديزيز.